ألا يا قارئ القرآن هيا إلى جنات رب العالمين وجود آية القرآن حتى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بشيخ. الله يعطيك العافية. الله يعافيك الباك. أهلا بشيخ. تعرفنا على اسمك؟ أبو أناس. بس شوية بس نخلص. الله يجزيك خير. بدنا نعطلك بس دقيقتين. يلا. أبو أناس. والنعم أبو أناس. طيب إحنا عاملين مسابقات رمضانية، نسأل أسئلة بالقرآن الكريم. نعم. واللي بيجاوب بيربح معنا. نعم. تفضل. طيب السؤال، سورة من سور القرآن لا تصح الصلاة بدونها. السجدة. سورة من سور القرآن تقرأ في كل صلاة، واللي ما بيقرأها لا تصح صلاته. الفاتحة. فتحة. طيب طيب أحسنت، ممتاز. تربح معنا جائزة مقدمة من سنابل حران، إفطار صائم. الله يجزاكم خير. الله يبارك فيك. الله يعطيك العافية. فأقبل يا أخي وبه تحلى. السلام عليكم. السلام. يعطيك العافية. الله يعافيك. اسمح لنا. تفضل. تعرفنا على اسمك؟ محمود ياسين. محمود. من وين حضرتك؟ من حمص. من وين؟ من حمص. من ريف القصير، البيضة الشرقية. أهلا وسهلا، شرفنا فيك. عامل أنت هون بالمحل؟ إيه. شلون أمور، شلون الشغل؟ الحمد لله. الحمد لله. شلون رمضان معك؟ كمان الحمد لله. طيب إحنا سؤال على الماشي، مسابقات شهر القرآن، نسأل الناس أسئلة واللي بيجاوب بيربح معنا. شلون مع معلوماتك بالقرآن الكريم؟ إن شاء الله كويس. طيب السؤال، أعطينا سورة من سور القرآن هي السورة الوحيدة لا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. بعرف السؤال. مرة معك يعني هالمعلومة؟ والله بس نسيان. نسيانها. إذا أعطيناك خيارات. طيب خيارات نشوف. طيب هل هي سورة الأنفال ولا التوبة ولا سورة الصف؟ الأنفال. لا الأنفال. لا. ايه. تمام. والتوبة والله بجوز التوبة. ايه التوبة. 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 ليش متردد؟ التوبة. سورة التوبة. أحسنت. براءة من الله ورسوله تبدأ فورا، ما فيها بسملة، هي الوحيدة في القرآن. طبعا لأقوال، قيل لأنه هي يعني براءة من الشرك، وقيل لأنه هي بعض العلماء قالوا كانوا يظنون أنها أو بعض الصحابة أنها مرتبطة بالسورة التي قبلها هي سورة الأنفال، إنهن سورة واحدة فما فصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم. طيب تربح معنا أنت إفطار صائم مقدم من منصة سنابل حوران الدعوية. سلام. تفضل. مبروك أيو. السلام عليكم. في مركب المتنافسين.